الحقيقة منتخبنا الوطني لكرة اليد بقيادة الإسباني باروندو غارسيا عامل عظمة. طبعا هو دلوقتي خلاص المنتخب الوطني لكرة اليد بيستعد لخوض مبارياته اليوم أمام الولايات المتحدة الأمريكية في الجولة الثالثة من البطولة، وتقام المباراة الساعة 6 وسط توقعات بإكمال سلسلة الانتصارات اللي حققها المنتخب في أول جولتين أمام كرواتيا والمغرب. خلينا نعرف تفاصيل أكتر مع ضيفنا كريم حسن الناقد والمحلل المتخصص في كرة اليد. صباح الخير على حضرتك، نورنا. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا جمالة، صباح الخير على الأستاذ مصطفى، صباح الخير على نجوم المتابعين، صباح الخير يا مصر. أهلا وسهلا. أهلا بيك. طيب في البداية يعني الحقيقة المنتخب قدم أداء هايل أمام كرواتيا والمغرب، شايف الماتش النهاردة إزاي مع أمريكا؟ شايفه صعب ولا شايفه سهل ولا شايفه متوسط؟ لو جينا اتكلمنا جمانة على مباريات بطولة العالم، أساسا مباريات بطولة العالم مفيش فيها مباراة سهلة أو مباراة صعبة، هو كله بتلعبه لتحقيق هدف واحد وهو الوصول إلى المنتخب بتاعك اللي هو التوب فور. فكل المباريات أنت بتمشي على نفس الوتيرة، بتعملي كل الروتيشن اللي أنت عايزاه عشان تطمني على كل لعيبتك. أنت عندك الأدوار القابلة أدوار حاسمة محتاجة فيها كل لاعب واقف على رجليه، محتاجة فيها كل خبراتك. فكل المباريات أنت بتأديها على نفس الوتيرة. يمكن شفنا مباراة كرواتيا أول ربع ساعة أنت قتلت الماتش، خلاص عملت كل اللي أنت عايزاه، وسعت الفريق بتاعك، بدأت تعمل الروتيشن بتاعك، تريحي بعض اللعيبة. اللعيبة اللي نزلت كانت على نفس الجادة بتاعت المستوى، اللعيبة اللي بدأت فيها كملنا على نفس الوتيرة. نفس الكلام مباراة المغرب مش هتقول عليها اللي هي كانت فرنسا، لا المغرب كان عندها حارس مرمى متميز، عندنا احنا كمان نفس الكلام حارس مرمى متميزين. ولكن كل المباريات بتمشي على نفس الوتيره، لو قلنا عليها مباراه سهله هنتفاجئ، زي مباراه امبارح المجر والبرتغال. المجر امبارح كانت نازله عامله حسابها ان هي هتكسب المباراه، اتغلبت من البرتغال ودي كانت مفاجاه. يعني عندنا في مفاجات بتحصل، زي مثلا ماتش امريكا والمغرب. امريكا برضو فرقه بعيده عن الساحه الرياضيه، بقى لها كذا سنه بطوله العالم الماضيه ما اشتركتش، وده اللي هنتطرق ليه في تحليل امريكا، ما اشتركتش في بطوله العالم الماضيه نظرا لجائحه كورونا. ولكن المنتخب ده بيتم اعداده لاولمبياد لوس انجلوس 2028، فطبعا لا يعني ظهرت في مستوى متوقع يعني غير متوقع، فوجئنا بيه كلنا. عندهم لعيبه كلاس تي في انديه اوروبيه، فان شاء الله اللي هنشوف مباراه ممتعه هيتسيدها اكيد المنتخب المصري، ولكن هيبقى في اداء متوازن مع المنتخب الامريكي. صحيح. طيب انا عايز اسالك عن ردود الافعال يا استاذ كريم، يعني النهارده الصحافه الاوروبيه بتكتب ايه على المنتخب المصري؟ احنا مفخورين جدا طبعا بادائه، وعارفين ان هو من اهم منتخبات العالم في كرة اليد من سنوات طويلة، ولاعبته لاعبة محترفين، لكن ردود الأفعال الناس الثانية عربيا عالميا صحافة أوروبية كيف كتبوا، كيف رأوا، كيف تحدثوا؟ يمكن الصحافة الأوروبية والمواقع الأوروبية عامة بعد مباراة كرواتيا أشادوا بلاعيبة منتخب مصر، وخصوصا اللاعيبة الصف الأول سواء أحمد هشام أو محمد سند، وأشادوا بتألق الحارس كريم هنداوي وعلي زين وممدوح هاشم. لا، الصحافه الاوروبيه النهارده عينها على لعيبه منتخب مصر، شايفه منتخب مصر في التوب فور، مش في التوب 8 او التوب 10، لا شايفاه في التوب فور، شايفاه من الاربعه الاوائل، شايفاه يستحق ميداليه عالم، بطوله عالم، يستحق ميداليه اولمبيه، شايفين منتخب مصر في حته ثانيه، اتمناها كذلك هذه البطوله. ان شاء الله نشوف منتخب مصر زي ما هم متوقعين على منصات التتويج ان شاء الله. يمكن مشوارنا هيبقى فيه بعض الصعوبات، ولكن كلنا امل في المصريين كمصريين في منتخبنا وفي اولادنا، وان شاء الله نحقق المنتخب اللي احنا عايزينه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب كابتن كريم، بشكل عام يعني شايف من وجهه نظرك، رؤيتك ايه للمنتخب المصري بشكل عام، نقاط القوه ونقاط الضعف؟ نقاط القوه عندنا كتيره جدا، لو احنا جينا حددناها مش البطوله ديت، نقاط القوه عندنا كتيره جدا. احنا كنا متخوفين قبل البطوله من ناحيه الرايت بعد اصابه لاعبنا الدولي اللي بنتمنى له الشفاء كابتن يحيى خالد، واعتزال اسطوره كره القدم المصريه كابتن احمد الاحمر، فكنا متخوفين شويه من ناحيه الرايت الباك رايت، لكن فوجئنا بمستوى من محسن رمضان في مباراه كرواتيا وبمهاب، خلونا نطمن على الناحيه اللي احنا كنا قلقانين منها.
وده عايز اقول لك يا جمانة ان دي كان سلاح ذو حدين، لان معظم المنتخبات دلوقتي عارفه ان احنا عندنا قصور في ناحيه الرايت، فبيضم شويه على ناحيه الليفت اللي احنا ناحيه حسن قداح او ناحيه علي زين او ناحيه يحيى الدرع، فالدفاعات بتاعت الفرق المنافسه بتضم عليها، فبتدي مساحيه مساحه فاضيه ناحيه الباك رايت اللي هو ناحيه محسن رمضان ومهاب، فقدرنا ان احنا نسجل منها كتير. فدي اللي افادتنا خلال الفتره اللي فاتت ديت، مع طبعا تحركات الخط الخلفي عندنا تحركات متميزه، عندنا حراس مرمى متميزين نسب تصدياتهم عاليه جدا، يمكن عبد الرحمن حميد في مباراه المغرب استحق ان هو يكون افضل لاعب في المباراه بنسب تصدياته، وحاليا دلوقتي يعتبر من ابرز حراس المرمى في بطوله العالم كلها. طب فرصتنا ايه للوصول للدور النهائي؟ مش هقول للمربع الذهبي، لا هقول للدور النهائي، فرصنا عامله ازاي؟ خلينا ماشيينها واحده واحده كده اهوت، مش عايزين نستعجل على حاجه، احنا كنا زي ما انا قلت لحضرتك قبل كده مشوار البطوله صعب ومشوار البطوله طويل، ولكن البطل لا يهاب احد، تمام؟ فاحنا بنمشيها ستيب باي ستيب كده اهوت، نمشيها خطوه خطوه. هنخلص الدور التمهيدي ان شاء الله النهارده، نفوز على امريكا نصعد باربعه بونت للدور الثاني، هيبقى معانا ثلاث فرق برضو محترمين، هيبقى معانا الدنمارك بلجيكا واحدى الفرق الاخرى من سواء تونس او البحرين، فده اللي هيتحدد النهارده. ففرصتنا كويسه، احنا الدنمارك اربع نقط ان شاء الله هنصعد بيهم، هيبقى عندنا كرواتيا 2 بونت، هيبقى عندنا بلجيكا 2 بونت، وكلا الفرقتين التانيين هيبقوا زيرو بونت. مباراتنا في التارجت بتاعنا المرحله الجايه ان شاء الله هي مباراه الدنمارك، ان شاء الله لو ربنا اراد هتبقى يوم الخميس الساعه 4 الخميس القادم، فنتمنى ان شاء الله تبقى مباراه بقى هي ديت الفيصل بقى ان شاء الله، يعني هنخلص الدنمارك ربنا اراد وصعدنا اول وثاني معاها، هنطلع نقابل سواء السويد او ايسلندا او المجر، برضو ثلاث منتخبات جامدين جدا عشان نوصل للتوب فور ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن كريم، بشكل عام شايف نسب تصويب منتخبنا من المراكز المختلفه شايفها ازاي؟ لو جينا اتكلمنا على منتخب مصر هنتلقى منتخب مصر احرز 61 هدف من 89 تصويبه، ودي نسبه جيده جدا لمنتخب مصر كبدايات مع الروتيشن اللي بيتعمل دوت. احرزنا من المراكز 14 هدف من 6 متر من 15 تصويبه، ودي نسبه جيده جدا ما كانتش متحققه قبل كده. من الاجنحه احرزنا 8 اهداف من 11 تصويبه، من على 9 متر احرزنا 20 هدف من 35 تصويبه. لا نسبنا نسب التصويبات بتاعتنا جيده جدا، وعندنا بالذات الاختراقات احنا عاملين احرزنا 9 اهداف من بي تي اختراقات من 10 اختراقات صحيحه. لا يعني مستوى اداء ولادنا يفرح. الظاهره اللي عايز اكلمك عليها كمان يا جمانه اعتذر، الظاهره اللي انا عايز اكلمك عليها كمان، لاول مره من سنوات طويله جدا نشوف منتخب مصر بيأدي مباراه بدون نقص عددي. صحيح. يعني احنا لعبنا 120 دقيقه خلال الفترات اللي فاتت ديت مباراتين، نقصنا عدد نقص عددي ثلاث مرات، مرتين في مباراه كرواتيا نتيجه التحامات من ابراهيم المصري ويحيى الدرع، ومباراه المغرب كانت دقيقتين على سيف الدرع. فلا دي ظاهره جيده لازم تدرس يا جماعه، ان منتخب مصر بدا التقل بتاعه يظهر، بدات الاخطاء بتاعته تقل. عندنا شويه اخطاء في نص الدفاع كده اهوت لازم تظبط شويه، ولكن مستر باروندو اكيد بيصحح الاخطاء دي. الالتحامات برده نفس الكلام، ما عادتش بتخش بالعنف بتاعك، لا بتحرص على نفسك عشان خاطر الاقصاء العددي في المباريات دي بيأثر كتير جدا. فلا دي ظاهره ايجابيه، نقص العددي قله نقص العددي في منتخب مصر ان شاء الله تكمل على خير، وان شاء الله يفضلوا حراسنا متميزين ولاعبتنا في التميز ان شاء الله. طب المنتخب الامريكي قوي في كره اليد ولا يعني بيعد يعني من المنتخبات ان احنا سهل التوقع وسهل الفوز عليها يا كابتن؟ زي ما انا قلت لحضرتك، يعني مش عايزين نقول منتخب سهل الفوز عليه او مش سهل الفوز عليه، هي يعني امريكا تعتبر شاركت في 6 بطولات عالم قبل كده، دي المشاركه السادسه. يمكن قبل ما تيجي البطوله ديت خاضت 25 مباراه في بطوله العالم، لم تحقق الفوز ولا مره. كانت ترتيبها في بيعتبر ال 16 لما كانوا 16 منتخب،
21 لما كانوا 24 منتخب ما حققتش الفوز. يمكن اول فوز تحققه في بطوله العالم كان على المغرب في 6 مشاركات بطوله عالم. ايوه زي ما قلت لحضرتك المنتخب بيضم عناصر كويسه جدا، منتخب امريكا بيضم عناصر جيده جدا كلاس بي في دول اوروبا، ولكن ابرزهم ابو بكر فوفانا هداف المنتخب. يمكن ابو بكر احرز 11 هدف منهم 10 اهداف من 9 متر. منتخب امريكا صوب 17 هدف، ابو بكر احرز لوحده 10 اهداف من 9 متر. لا لاعب تقيل جدا اللاعب رقم 11، هنحط علينا عليه النهارده ونتابعه. ده بيلعب في فرنسا مستواه كويس. عندنا بلانكو برضو لاعب ذو خبره وذو مهارات. كان عندنا استاذ ابراهيم عندنا اثنين لعيبه كانوا بيلعبوا في منتخب امريكا من مصر. كان عندنا كابتن ادم الزغبي لاعب نادي المعادي حاليا كان بيحمل الجنسيه الامريكيه وشارك مع منتخب امريكا في العديد من البطولات، يمكن كان اخرها كوبا امريكا. نفس الكلام كان الكابتن سيد شلبي نجم نادي بورسعيد ونادي الزمالك وابن مدينه بورسعيد، برضه كان مشارك مع منتخب امريكا خلال الاعوام الماضيه وشارك مع فرقه نيويورك سيتي في سوبر جلوب اللي كان بيشارك فيه الزمالك. فدول ادولهم تقل. انت عارف حضرتك منتخب امريكا بيتشكل من دوري الجامعات الامريكي، تمام؟ فمعظم اللعيبه ديت من نيويورك سيتي ومن اوكلاند سيتي، وبقيه الفرقه يمكن 3 لعيبه من امريكا، والباقي كله بيحترف بره، محترف بره في السويد وفي اسبانيا وفي فرنسا وفي انجلترا. لا يعني المنتخب بيتعاد زي ما انا قلت لحضرتك كده لاولمبياد لوس انجلوس 2028. طيب اخيرا كابتن كريم، الحاله المعنويه بقى لابطالنا عاملين ايه؟ عارفين ردود الافعال؟ عارفين ان احنا يمكن احنا للاسف ممكن البعض عندنا اللعبه او الرياضه المعروفه والمشهوره عندنا هنا في مصر هي كره القدم والكل بيتابعها. دلوقتي واصل لابطالنا طبعا لعيبه المنتخب، واصل لهم قد ايه؟ احنا فخورين بيهم هنا، واصل لهم ردود الافعال اللي موجوده هنا، حالتهم المعنويه عامله ايه؟ اكيد طبعا بيوصل الاخبار ديت. يمكن كان في اتصال هاتفي من سيد وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي عقب الفوز على منتخب كرواتيا، ونفس الكلام عقب الفوز على منتخب المغرب، ودي اسعدت اللعيبه المصريين جدا. وقوف اللعيبه بجانب يحيى خالد اللاعب المصاب الغايب عن البطوله ديت، والنزول كل مباراه بالتيشيرت باسم يحيى خالد، دي دفع معنويه للعيبه ان هم عايزين يحققوا المكسب ورا المكسب عشان يهدوا ليحيى ويهدوا لاحمد الاحمر اسطوره كره اليد المصريه. اتصال احمد الاحمر كمان ببعض اللعيبه ادالهم حافز اكبر للتالق. اللعيبه الكبيره تملي بتقعد مع اللعيبه الصغيره، لان انت عارف حضرتك احنا اجيال بتسلم اجيال في الهاندبول، فعندنا من الناشئين والشباب والفريق الاول، فعندنا متوسط الاعمار متقارب شويه. فاللعيبه الكبيره بتحتوي اللعيبه الصغيره سواء ناشئين او شباب، بتحتويهم بتديلهم دفعه معنويه. يمكن عايزين يحققوا حاجه في الجيل ده، لان الجيل ده يستحق فعلا ميداليه اولمبيه وميداليه عالم. صحيح. طبعا احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر كريم حسن النقد والمحلل المتخصص في كره اليد، ونتمنى ان شاء الله يعني الفوز طبعا لمنتخبنا الوطني لكره اليد، وفي مباراته النهارده امام الولايات المتحده الامريكيه الساعه 6 باذن الله، نتمنى له يا رب التوفيق والفوز، وهم الحقيقه رافعين راسنا. صحيح. يعني وربنا معاهم واكيد كمان قلوبنا معاهم. صحيح.